السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عامل ايه؟ إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنكمل باقي الجزء النظري. كنا أخدنا مع بعض أساسيات الكمبيوتر وأساسيات الإنترنت وأساسيات تكنولوجيا المعلومات. هنبدأ النهاردة في حاجة بسيطة اسمها الأمن السيبراني. الأمن السيبراني بداية كده يعني إيه أمن؟ أولا لما أجي أعمل تمام نرجع نكمل زي ما اتكلمنا قلنا يعني إيه أمن سيبراني اللي هو نظام حماية. أنا لما أجي أعمل للتليفون بتاعي كلمة مرور أو أعمل باسورد، إيه الهدف إن أنا أعمل كلمة مرور للتليفون؟ إيه الهدف إن أنا أعمل بصمة للتليفون؟ ايه الهدف ان انا اعمل ايا كان نوع البصمه، سواء كان بصمه وش او بصمه صباع؟ الهدف من كل ده الحمايه، الهدف من كل ده الحمايه. الامن السيبراني هو امن المعلومات، الهدف منه ان هو بيحمي لك الجهاز من عمليات الاختراق. طيب عندك حاجه اسمها الفضاء السيبراني، سايبر سبيس. كلمة فضاء سايبراني اللي هو منطقة فاضية. يعني ايه منطقة فاضية؟ يعني مكان فاضي ما فيهوش نظام حماية. يعني لو جينا اتكلمنا دلوقتي، نفترض ان انا عندي حوالي اربع مباني جنب بعض، المبنى الثالث ما فيهوش نظام حماية، فده اسمه فضاء سيبراني، يعني منطقة غير آمنة. طيب الفضاء السبراني بيطلق على ايه تاني؟ طيب الناس اللي هي بتشتغل على الاقمار الصناعيه، وده شغل فضاء سبراني، بيكون عباره عن مجموعه من الاجهزه الرقميه مرتبطه ببعض، او مجموعه الشبكات مرتبطه ببعض، ده هو الفضاء السبراني. طيب في مصطلح تاني اسمه الردع السيبراني. كلمة ردع يعني صد، يعني لو في هجمات سيبرانية فيروسات بتحاول ان هي تخترق جهاز الكمبيوتر، فانا بعمل لها عملية ردع او صد، انا بصد الهجمات دي. اهو بيقول لك ايه؟ منع الاعمال الضارة ضد الاصول الوطنية. طيب يبقى كلمة ردع من اسمها صد، ان انا بحاول اصد الفيروسات من الهجوم. او لو جينا اتكلمنا على الدول، كلمة ردع سبراني ان انا بمنع دولة من اتخاذ قرار باستخدام الاسلحة. طب ايه اللي منع دلوقتي الدول من استخدام السلاح النووي؟ اللي هو الردع السبراني. طيب سايبر اتاك او الهجمات السيبرانية دي البرامج الخبيثة اللي بتحاول تخترق الجهاز، دي محاولة، يعني حد بيحاول ان هو يخترق جهاز الكمبيوتر، حد بيحاول ان هو يفضح الشخص الفلاني ايا كان نوع البيانات الموجودة على الجهاز، شخص بيحاول يسرق المعلومات الشخصية، شخص بيحاول يعطل جهاز بتاعك. فدي كلها حاجات غير مصرح بيها. فكلمة هجمة سبرانية يعني حاجة بتحاول تخترق الجهاز زي الفيروس. الفيروس بيعمل هجمة سبرانية، زي لو جينا اتكلمنا على فيروس كورونا، فيروس كورونا بيحاول يصيب الجهاز المناعي، فده بيحاول يعمل ايه؟ هجوم، بيهاجم الجهاز المناعي. طيب الجريمة السبرانية، دول بقى اللي احنا بنسميهم الهاكرز، الاشخاص اللي بيعملوا اعمال غير قانونيه، اشخاص اللي بيعملوا اعمال غير قانونيه، ودي يعتبر جريمه يحاسب عليها القانون، اللي هو الجريمه السيبرانيه. بكده اتكلمنا على الفضاء السيبراني والردع السيبراني والهجمات السيبرانيه والجريمه السيبرانيه. طبقا لمؤشر الامن السيبراني 2017، كانت من اقوى الدول العربيه، اقوى الدول العربيه في الامن السيبراني اللي هو عمان،
ثم بعد كده مصر، ثم بعد كده قطر. أضعفهم عندك اليمن، عندك الصومال، عندك جزر القمر، العراق، جيبوتي، الكويت، موريتانيا، لبنان، ليبيا، فلسطين. طب تعالوا مع بعض نحاول نعرف أقوى الدول العربية سبرانيا في عام 2022. يعني المؤشر ده كل فترة والتانية بيغيروه، مؤشر أمن سبراني كل فترة والتانية بيتغير. تعالوا نتناقش مع بعض برضو. لو جينا اتكلمنا على الدول العالمية من حيث الأمن السيبراني، عندك روسيا، عندك الولايات المتحدة، عندك أسبانيا، فدي كلها دول قوية سيبرانيا. النت بعافية شوية عندي. يعني حتى لو بصيت على حاجة بالشكل ده بيقول لك اهو الولايات المتحدة وروسيا والصين، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، اليابان، الإمارات، كوريا الجنوبية، كندا، إيران، تركيا، الهند، ومصر في المرتبة 25. ده من حيث الأمن السيبراني، من حيث الأمن السيبراني. أو عندك الولايات المتحدة، الصين، بريطانيا، روسيا، هولندا، فرنسا، ألمانيا، كندا، اليابان، أستراليا. دي كلها دول في الأمن السيبراني، قوية في الأمن السيبراني. ده مؤشر 2017. طيب ندخل بعد كده على أهمية الأمن السيبراني، السرية والسلامة والجاهزية. السرية يعني مش أي حد ممكن يدخل على البيانات الخاصة بيه أيا كان نوع البيانات، ومش أي حد ممكن يتحكم فيها. طيب السلامة إن هو بيحافظ على البيانات أو بيحافظ على سلامة البيانات من عمليات الاختراق. طيب الجاهزية إن أنا أكون جاهز لصد أي هجمات سيبرانية، اللي هي قلنا عليها من شوية اللي هي اسمها الردع السيبراني. طيب فوائد الأمن السيبراني، يعني أنا بستفاد إيه من الأمن السيبراني؟ أنا بحمي الشبكات، بحمي الشبكات بتاعتي، بحسن مستوى الحماية، وبقدر أسترد البيانات المسربة في أسرع وقت. ده فوائد الأمن السيبراني. تعالوا نتكلم دلوقتي على حاجة مهمة جدا اللي هي الفيروس. هو ايه الفيروس؟ أولا يعني ايه فيروس؟ الفيروس ده عبارة عن برنامج ضار بيحاول يخترق جهاز الكمبيوتر بتاعك، بيحاول ان هو يعطل الحساب اهو. تحذير، في أنواع كتيرة للفيروسات، بس لو جينا اتكلمنا الأول يعني إيه فيروس، ده حاجة بيتم تصميمها بس من قبل مبرمجين. يعني اللي بيعمل الفيروس، الفيروس أصلا بيتم تصميمه. ده برنامج بيلحق الضرر بجهاز الكمبيوتر. طيب عايزين نعرف دلوقتي أنواع الفيروسات إزاي بيتعمل وهكذا. الفيروس اصلا
متبرمج، يعني اللي بيعمله الشخص معين. طيب الفيروس بيكون قائم على كذا حاجة، بيقول لك ريبليكيشن ميكانيزم، آلية التناسل، يعني الفيروس ينسخ نفسه بنفسه ازاي؟ يعني دلوقتي لو حطيت فلاشة على جهاز كمبيوتر، والجهاز الكمبيوتر ده كان فيه فيروس، فالفيروس بينسخ نفسه على الفلاشة دي. أخدت الفلاشة دي وحطيتها على جهاز تاني، وراح نسخ نفسه على الجهاز التاني. أول حاجة اسمها آلية التناسف، يعني الفيروس بينسخ نفسه بنفسه. طيب تاني حاجة آلية التخفي، يعني أنا كصاحب جهاز ما أقدرش أشوفه، ما أقدرش أشوفه، أو ممكن أكون شايفه كشكل برنامج عادي، بس هو في الحقيقة فيروس بيحاول يتخفى في شكل ملف عادي زي حصان طروادة. طيب آلية التنشيط، يعني أنا كمبرمج أنا هعمل فيروس، الفيروس ده هيشتغل كل 3 شهور، كل 6 شهور، كل 9 شهور، كل سنة، فأنا بحدد المدة اللي بيشتغل فيها الفيروس، إمتى يقوم، إمتى يتفاعل. طيب التنفيذ، مش كل الفيروسات بتعمل نفس الحاجة، يعني أنا الفيروس ده الوظيفة بتاعته إن هو مثلا يحصل لي على البيانات الشخصية، الفيروس التاني إن هو يقفل لي جهاز الكمبيوتر، الفيروس الثالث إن هو يحاول يخترق برنامج معين، فكل فيروس ليه وظيفة معينة بيقوم بيها. يبقى معنى الكلام اللي احنا قلناه إن الفيروس قائم على 4 حاجات، التناسخ والتخفي والتنشيط والتنفيذ. تناسخ يعني بينسخ نفسه بنفسه، تخفي ان هو ممكن يتخفى على جهاز الكمبيوتر في شكل ملف عادي، التنشيط امتى يشتغل، التنفيذ ايه الوظيفة اللي هو بيقوم بيها كفيروس. ده ال4 حاجات اللي قايم عليها اي فيروس موجود في الدنيا. طيب ايه انواع الفيروسات اللي عندي؟ عندك حاجة اسمها الفيروس المتنقل، اللي هو احنا اللي فيها جزء هنا التناسف. يعني ايه التناسف؟ يعني انا حطيت فلاشة على جهاز الكمبيوتر، فالفلاشة دي دخل عليها فيروس فنسخ نفسه، ورحت حطيت الفلاشة دي على جهاز ثاني، فكده الفيروس انتقل من جهاز للتاني، ده اللي هو الفيروس المتنقل. الاعلانات اللي بتجي لنا كتير، ده بيكون نوع من انواع الفيروسات. اللي هو الريبورت، اللي هو يقول لك هل انت متأكد ان انت ريبورت ولا لا، وده نوع من انواع الفيروسات. الفدية، طيب معلش انا اسف، عندك برنامج او برامج الفدية. يعني ايه فدية اصلا؟ يعني ده نوع من انواع الفيروسات، علشان احل المشكلة بتاعته لازم ادفع مبلغ معين من الفلوس. حصان طروادة بيكون عبارة عن مثلا ملف عادي بالشكل ده، بس هو في الحقيقه فيروس. بتعرفه ازاي؟ عن طريق امتداد، امتداد الفيروسات بتكون ايه؟ اي اكس اي، اللي هو امتداد اللعبه اصلا. بعد البرامج هتلاقي فيها امتداد الاي اكس اي، اللي هو امتداد الفيروس، امتداد الفيروس. عندك روتوكيت، عندك الدوده، عندك التجسس، اللي هو انا ببعت لك رابط، واول ما تدخل على الرابط ده، الرابط ده هينتشر، او الفيروس الموجود على الرابط هينتشر على جهاز الكمبيوتر، وبكده ممكن بكل سهولة ادفع جهاز الكمبيوتر عندك. طيب حصان طروادة زي ما قلنا ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ملف ضار يتخفى في شكل ملف عادي. او انا ممكن اعمل لك ايه؟ ممكن ابعت لك تطبيق، ابعت لك تطبيق معين، لا اي اكس اي، طب الامتداد اي اكس اي، ابعت لك تطبيق مشهور، والتطبيق ده مثلا لو جيت انا حملته تلاقي فيه فيروس من جوه، ده حصان طروادة. طيب الروتوكيت، انا كهاكرز علشان محدش يكتشفني بستخدم برنامج روتوكيت، دي برامج بيتم استخدامها لتجنب اكتشافهم اثناء الوصول غير مصرح به. يعني انا وبروح احصل على البيانات عشان محدش يكتشفني،
بستخدم فيروس امتداد. لا دي نفس امتداد الالعاب، انا مش بقول لك كل اللي هو امتداده اي اكس اي فيروس، مش كل اللي امتداده اي اكس اي فيروس. يعني ده الفوتوشوب امتداده بي اس دي، طب لو لقيته اي اكس اي ده فيروس، لو الامتداد الاصلي بتاع البرنامج مش موجود وموجود مكانه اي اكس اي ده يعتبر فيروس. زي البي دي اف، امتداده الاصلي بي دي اف وليس اي اكس اي. الالعاب كلها امتدادها اي اكس اي، فالاي اكس اي يا اما امتداد الالعاب يا اما امتداد الفيروس نفسه. مش كل الاي اكس اي بيكون فيروس، الحاجات اللي انت مش واثق منها، الحاجات اللي انت مش متاكد منها. طيب عندك نوع من انواع الفيروسات اسمه راصد لوحه المفاتيح. يعني كل اللي انت بتكتبه على لوحه المفاتيح بيخزنه عنده. كل اللي انت بتكتبه على لوحه المفاتيح بيخزنه عندك. بيخزنه عنده هو يعني، يعني هو انا بعت لك فيروس. الفيروس ده بيعمل ايه؟ اي حرف بكتبه على لوحه المفاتيح بيتخزن داخل الفيروس ده. طيب ديدان الحاسوب، انا لو اتبعت لي بريد الكتروني من شخص مجهول، شخص انا ما اعرفوش، تمام، لو اتبعت لي بريد الكتروني من شخص مجهول او شخص انا ما اعرفوش، مش اي بريد الكتروني انا ما اعرفوش ادخل عليه. المرفقات نفسها لو انا فتحت بريد الكتروني لشخص انا ما اعرفهوش، الملفات اللي بتكون متضافه داخل البريد الالكتروني ساعات بتكون فيروس. طب حد يقول لي ازاي اعرف؟ تعرف عن طريق ان انت مش اي حد يبعت لك بريد الكتروني هتدخل عليه، مش اي حد انت ما تعرفهوش يبعت لك بريد الكتروني تروح تدخل عليه. طيب تشيرنوبل ده اللي هو الفيروس اللي اتعمل وقت الانفجار المفاعل النووي، دي حاجة خاصة بالمفاعلات النووية اللي هو تشيرنوبل، ده نوع من أنواع الفيروسات. طب فيروس الفدية واناكراي ده من أشهر الفيروسات. الفيروس ده بيشفر معاك كل الملفات والبرامج بتاعتك، وعلشان المبرمج أو اللي إحنا بنسميه هاكرز يفك لك تشفير البيانات لازم يبعت لك مفتاح فك التشفير. بس علشان يبعت لك المفتاح ده لازم تبعت له فلوس، لازم تبعت له مبلغ معين من المال. ففيروس الفدية من اسمه، انا بطلب فدية منك، اديني فلوس هدي لك البيانات بتاعتك. فدي كلها انواع من انواع الفيروسات الموجودة عندي على الجهاز. الاعلانات، التجسس، الفدية، الديدان، الفيروس. بالظبط، ما بيحصل فبيعطل معاك او بيشفر معاك جميع البيانات، وعلشان تحله بيكون لي كذا طريقة، بس ساعات كل الطرق مش بتحل. يا اما اعمل فحص الجهاز ولو على اتصال بالانترنت وبتعمل اعادة تشغيل لجهاز الكمبيوتر، بتحاول تعمل تغير النسخة نفسها او تعمل اعادة ضبط مصنع لجهاز الكمبيوتر بتاعك. لو كل ده ما حلش فيروس الفدية يبقى مفيش حل قدامك غير ان انت ايه تدفع الفلوس. برضه في انواع فيروسات تانية اسمها التروجانات. اولا عموما كل اللي بنتكلم فيه دي كلها برامج خبيثة، مش الستة او السبعة او عشرة احنا اتكلمنا فيهم دي كل الفيروسات، لا في فيروسات كتيرة. كل مبرمج بيبرمج فيروس على احنا بنسميه على كيفه هو، يعني انا على كيفي انا هبرمج فيروس يسحب لي مثلا البيانات الشخصية، انا هبرمج فيروس يسحب لي الالعاب، انا هبرمج فيروس يسحب لي مثلا الصور. فكل واحد بيبرمج فيروس على وظيفة معينة، مش كلهم بيعملوا نفس الوظيفة. دايما اي فلاشة تحطها على الجهاز لازم تعمل لها فحص. تحاول دايما تحمل اي تطبيق من مواقع موثوق فيها. كلمات المرور ما تكونش حروف بس ولا ارقام بس،
ولا رموز بس، لازم تكون حروف وأرقام ورموز. إن شاء الله هندسة بإذن الله، قريب جدا بإذن الله. بس كل اللي عايز أوصله لك إن الموضوع مش سهل، موضوع التشفير البيانات، موضوع الأمن السيبراني، الأمن السيبراني ده مجال واسع، لازم يكون فيه كورسات عشان تقدر تتعلمه. موضوع واسع، موضوع كبير، موضوع مش هيخلص في يوم ولا ليلة. إن شاء الله بإذن الله لو لينا نصيب إن شاء الله بإذن الله يبقى في فرصة مع بعض إن احنا ناخدها إن شاء الله. إزاي أحمي نفسي من أي فيروس؟ أولاً إحنا كلنا بنفرح بشبكات الواي فاي المجانية. أنا عندي برنامج بيفك شبكة الواي فاي. مش كل البرامج دي آمنة. مش أي شبكة واي فاي عندي ادخل عليها مجانية افرح بيها. دايما لما تيجي كمان تنزل اي تطبيق بتلاحظ ان تحت كل تطبيق في تعليقات. في تعليقات ايجابية وتعليقات سلبية. لو لقيت التعليقات السلبية اكتر من التعليقات الايجابية يفضل ما تنزلش التطبيق. حاول تعمل نسخ احتياطي، نسخ احتياطي للملفات اللي عندك. وكمان مش اي رابط يتبعت لي اروح ادخل عليه. ولازم اثبت برنامج مكافحة الفيروسات، انزل على الاقل اي برنامج موجود عندي على الجهاز، ايا كان نوع البرنامج ايه. اباستا وافيرا اللي هي البرامج الحديثة اللي ابتدت تنزل الفترة الأخيرة. طيب. مش اي وصلة يو اس بي احطها على الجهاز عندي. انا الفلاشة حطيت فلاشة معينة، الفلاشة دي بتاعتي فانا عارفها. عملت لها فحص لقيت فلاشه مثلا في الشارع انا وماشي بره، انا فرحت انا لقيت فلاشه، رحت حطيت الفلاشه دي على الجهاز عندي. ايه اللي ضمنك ان الفلاشه دي امنه؟ هل انت واثق في الفلاشه دي، في الشخص اللي ساب الفلاشه دي؟ ممكن تكون وقعت من حد، ممكن وارد، بس اغلب المبرمجين بيعملوا كده. انا هحط لك فيروس على فلاشه وهرمي الفلاشه علشان انت تقع مصيده ليه، يفرح ان هو مثلا انا كشخص لقيت فلاشه فرحان، انا لقيت فلاشه ومساحتها كذا و128 ومش عارف ايه. مش اي حاجه تفرح بيها، ممكن تكون قاصد ان هو يعمل حاجه زي كده. لا، الفاير وول مش كافي، الفاير وول او الجدار الناري مش كافي. تمام، فدي كلها طرق من خلالها بقدر احمي نفسي من اي فيروس. طيب ازاي اعرف ان الجهاز بتاعي اتصاب بالفيروسات ولا لا؟ ازاي اعرف ان الجهاز بتاعي فيه فيروس ولا لا؟ اولا هتلاحظ ان كل اجراء عندك على جهاز الكمبيوتر بياخد وقت عشان يفتح، لكن الجهاز بطيء. هتلاقي فيه برامج ابتدت تظهر عندك على الجهاز انت ما نزلتهاش او ما تعرفش البرامج بتاعت ايه اصلا. هتلاقي نفسك كل ما بتدخل على تطبيق معين بيقفل لوحده. هتلاحظ كمان لو ماسك تليفون هتلاحظ ان بيانات الهاتف باستمرار بتتفتح لوحدها. هتلاحظ الاعلانات ابتدت تكتر عندك على التليفون او على الكمبيوتر، اعلانات كتيره. كمان الكمبيوتر او التليفون هتلاقي درجة الحرارة بتاعته بتزيد، مرتفعة بشكل كبير مبالغ فيه. هتلاقي البطارية بتاعت تليفونك بتخلص بسرعة، مش بتاخد وقت، يعني 10 دقايق ربع ساعة فصلت معايا البطارية. حتى السلاك بتاعه مش بياخد معاك فترة كبيرة. طيب يا ريت الناس الفاتحة الفيديو تقفله. لا، ازاي الفيروس بيرفع درجة الحرارة؟ فده موضوع كبير، ده مجال واسع، موضوع كبير. فلو
اتكلمنا فيه دلوقتي مش هيكفي المحاضرة. الفيروس نفسه بيكون متبرمج على حاجات معينة. الفيروس أول ما بدخله أو أول ما يدخل على جهاز الكمبيوتر بيبتدي يعمل الوظائف بتاعته. بيبتدي يعمل الوظائف بتاعته. ففي وظائف معينة بتكون مسؤولة عن البطارية. مسؤولة إن هي بتضعف معاك البطارية، مسؤولة إن هي بتعلي معاك درجة حرارة البطارية، وللعلم إن كمان المسؤول عن ارتفاع درجة حرارة الجو، عامل الجو كمان. الجهاز بتاعك لو درجة الحرارة بتاعته أو حطه في مكان مفهوش تهوية كويسة فده بيأثر عليه. وزي ما قلنا الفيروس مش شرط حاجة معينة يعني تكون داخل جهاز الكمبيوتر. الفيروس ممكن يكون بكذا شكل، الفيروس بيكون ليه كذا شكل مش شكل واحد، ممكن يكون مليار فيروس موجودين حول العالم. الفيروس مش بيدخل على الجهاز بطريقة واحدة، في أكتر من طريقة بيدخل عليها. إزاي أشيل الفيروسات دي؟ أنزل برنامج فحص فيروسات. طيب لو أنا متصل بالإنترنت هروح أقطع الاتصال بالإنترنت، هروح أعمل إعادة تشغيل لجهاز الكمبيوتر، وأي ملف أي ملف أنا مش متأكد منه أو مش واثق منه أحذفه على طول. أبتدي أحدث البرامج اللي عندي، أحدث النسخة، لو عندي كلمات مرور أحاول أغير كلمات المرور أخليها حروف وأرقام ورموز. فدي كلها طرق من خلالها بقدر أشيل الفيروسات الخبيثة. كمان بننزل برنامج فحص فيروسات أيا كان نوع البرنامج ده. طرق انتقال الفيروسات، ازاي الفيروس بينتقل من جهاز للتاني؟ الفيروس بينتقل من جهاز للتاني عن طريق ايه؟ ان انا نزلت تطبيقات من موقع انا مش واثق فيه، من موقع غير امن. طيب لو حبيت انزل تطبيق معين ما قريتش التعليقات بتاعت المستخدمين، رغم لو قريت تعليقات المستخدمين هتلاقي ايه؟ هتلاحظ ان اغلب التعليقات يعني البرنامج ده عليه تعليقات سلبيه اكتر من ايجابيه. وبرضه بعيدا عن كده انا تجاهلت النقطه دي ونزلته عندي. لو استخدمت يو اس بي مجهول المصدر. طيب لو استخدمت او ما عملتش فحص متكرر لجهاز الكمبيوتر. وكمان لو مش مثبت برنامج فحص فيروسات، وكمان لو مش محدث جهاز الكمبيوتر، هل بيكون سبب سهل ان الفيروس يدخل على الجهاز؟ اه لو انا مش عامل تحديث الفيروس هيبقى من السهل ان هو يدخل على الجهاز عندك. زي ما قلنا مرفقات البريد الالكتروني، يعني مش اي رساله بريد الكتروني تتبعت لي اروح ادخل عليها. ده بالنسبة لجزء الفيروسات. عندك حاجة اسمها الهوية أو المصادفة. أو أنا دلوقتي علشان أفتح الكمبيوتر بتاعي أو علشان أفتح التليفون فأنا عامل له مثلا كمثال علامة مرور أو بصمة وش أو عامل له بصمة صباع. طيب الهدف من كل ده إيه؟ هو عملية معرفة الشخص الذي يستخدم النظام. يعني هل أنا صاحب النظام ده ولا لأ؟ هل أنا صاحب التليفون ده ولا لأ؟ فعن طريق الهوية أو المصادفة ممكن أعرف إذا كان الشخص ده صاحب التليفون أو صاحب الحاجة دي ولا لأ؟ أو هو الشخص المطلوب ولا لأ؟ ده اللي هو الهوية أو المصادفة. اتكلمنا ان كلمات المرور يفضل ان هي تكون حروف وارقام ورموز. ولما اجي افتح جهاز الكمبيوتر بيطلب منك اسم المستخدم وكلمه المرور. لكن لما اجي افتح ايميل بيطلب منك بريد الكتروني وكلمه مرور. وزي ما قلنا نبعد عن كلمات المرور اللي هي حروف بس او ارقام بس او رموز بس. على الأقل تكون متكونة من الثلاثة، متكونة من حروف وأرقام ورموز.
وحاول كل فترة والتانية تغيرها، أو كل فترة والتانية تغيرها، يعني ما تثبتش عليها لأكبر فترة ممكنة. عندك حاجة اسمها النسخ الاحتياطي للملفات. النسخ الاحتياطي يعني ايه؟ يعني نسخة احتياطية، عندي ملف معين انا هاخد نسخة من الملف ده علشان لو البيانات المهمة اللي فيها تعرض او التلف، يبقى عندي نسخة تانية من البيانات اللي عندي. فالهدف منها القدرة على استرجاع البيانات في حالة فقدان أو تلف البيانات الأساسية. طيب، أشكال النسخ الاحتياطي أو أنواع النسخ الاحتياطي، عندك نسخ احتياطي كامل وتراكمي. النسخ الاحتياطي الكامل اللي هو بيطلب منك انت تعمل نسخة كل مدة معينة، كل اسبوع، كل شهر، كل سنة، كل 3 شهور، كل 45 يوم. فهنا بيطلب منك مدة معينة، كل قد ايه هعمل نسخة احتياطية. اما التراكمي او التزويدي، ان انا لو عندي مثلا جهاز عملت من الجهاز دي الملفات الموجودة على جهاز الكمبيوتر، عملت 5 نسخ احتياطية، لما اجي اعمل النسخة الستة هيعمل لك نسخة على النسخة الخامسة، بيعمل لك نسخة على اخر نسخة احتياطية انت عملتها. يعني اخر نسخة انا عملتها هيعمل عليها نسخة تانية، هيعمل على النسخة الاخيرة، هيعمل على النسخة الاخيرة، ده اللي هو النسخ الاحتياطي التراكمي. اما الكامل بيحدد لك المدة، أنا هعمل نسخ كل أسبوع، كل شهر، كل 45 يوم، وهكذا. حلو خالص. عندك حاجة اسمها الجدار الناري أو الفاير وول. إيه الهدف منه؟ حماية جهاز الكمبيوتر من عمليات الاختراق الداخلية. ده يعتبر حاجة كده زي برامج فحص الفيروسات. ده اللي بيكون الحائط الصد ما بين الفيروس وما بين جهاز الكمبيوتر. اهي تعالوا ندخل على كنترول بانل ونروح على حاجه اسمها السيستم اند سكيورتي، واهي اسمها الويندوز ديفندر فاير وول، الجدار الناري او جدار الدفاع. متعلم علامتين صح باللون الاخضر، وهنا بيقول لك ان الحاله بتاعته اون، انا مشغلها، انا مشغل الحاله بتاعته، انا عندي الجدار الناري مفعله، مشغل الجدار الناري. والهدف منه زي ما قلنا انا بحافظ على المعلومات وبحافظ على الجهاز من عمليات الاختراق. طيب، ازاي احمي البيانات من السرقه؟ اولا لو عندي بيانات على جهاز الكمبيوتر لازم اعمل لها اسم المستخدم وكلمة مرور. طيب، احاول اخصص مكان معين احفظ فيه الجهاز بتاعي، يعني مش هحط اللاب بتاعي في اي مكان وخلاص. كابلات الشبكة اللي هي الناس بتسرقها دلوقتي، علشان احمي كابلات الشبكة دي بعمل ايه؟ بعمل عوازل بلاستيكية. تكلفة العوازل البلاستيكية مكلفة جدا. العوازل البلاستيكية بتحمي كابلات الشبكة من عمليات السرقة. أتمنى لحد دلوقتي ما يكونش فيها مشكلة بالنسبة للناس. ده جزء الأمن السبرون، ده جزء الأمن السبرون. أتمنى الأمن السيبراني ما يكونش فيه أي مشكلة من المشاكل. كنا أخدنا مع بعض مديول التعاون عبر الإنترنت أو المشاركة عبر الإنترنت. طيب، أولاً بيسألك سؤال مثلاً، بيقول لك
هناك بعض المخاطر التي قد تحدث نتيجة استخدام أدوات العمل الاجتماعي. يعني في أدوات، الأدوات دي بنستخدمها كلنا مع بعض. إيه المخاطر اللي ممكن تعود عليك من استخدام الأدوات دي؟ إن أنا ممكن أوصل للملفات المشتركة ما بيننا بطريقة أنا مش مصرح ليا بيها خالص. يبقى المخاطر اللي بتحصل إن أنا بستخدم أدوات العمل الجماعي، يعني أكتر من واحد مستخدم نفس الأداة، المخاطر اللي هي بتوصلني للملفات المشتركة بطريقة غير مصرح بيها. يعني أنا ممكن واحد من الناس مش عايزك توصل للبيانات بتاعتي، علشان استخدمت أدوات العمل الاجتماعي ممكن توصل للملفات دي بطريقة مش مصرح بيها. عندك حاجة اسمها الملكية الفكرية. لما أجي أستخدم أدوات العمل الاجتماعي، إيه أهمية الملكية الفكرية؟ يعني إيه معنى كلمة ملكية فكرية؟ يعني أنا شخص عملت مادة علمية وفكرت وجهزت، إيه الهدف منها؟ الهدف منها إن أنا أحافظ على المادة العلمية دي، أو أحافظ على الحاجة اللي تخصني، أحافظ عليها من أي حد ياخدها وينسبها لي. يبقى الهدف من الملكية الفكرية أو أهميتها إن هي بتحافظ على حقوق التأليف والنشر والعلامات التجارية وبراءة الاختراع. يعني حاجة أنا عملتها، المادة العلمية دي بتاعتي أنا، أنا اللي عملتها، والكتاب ده أنا اللي عملته وأنا اللي تعبت فيه. علشان أحافظ عليه حاجة اسمها الملكية الفكرية أو حقوق الطبع والنشر. الكتاب ده باسمي، ما ينفعش حد يجي ياخد الكتاب ده وينسب الكتاب ده ليه. هذا اللي هو الملكية الفكرية. طيب عندك بعد كده حاجة اسمها الحوسبة السحابية. ايه الفائدة بتاعت الحوسبة؟ اولا لو جيت خزنت الملفات على جهاز الكمبيوتر فبياخد مساحة معاك على جهاز الكمبيوتر. طيب الحوسبة السحابية معناها ان انا برفع البيانات من جهاز الكمبيوتر وبخزنها على الانترنت، فدي بتقلل معايا التكلفة بتاعة تخزين البيانات، اللي هي فائدة الحوسبة السحابية. بتقلل معاك التكلفة أو بتقلل معاك المساحة الخاصة بتخزين البيانات. بدل ما أخزن البيانات على جهاز الكمبيوتر وتاخد مساحة من الجهاز، أنا هخزنها على الإنترنت. أنا هخزنها على الإنترنت. طيب يسألك سؤال بيقول لك اختر مما يلي مثالا على عملية تخزين البيانات على الإنترنت. أنا لما أجي أخزن البيانات على الإنترنت مديلك 4 أمثلة، فإيه البرامج اللي بخزن عليها البيانات على الإنترنت؟ حاجة منهم زي الجوجل درايف. الجوجل درايف ده موقع برفع عليه البيانات من الكمبيوتر على جهاز، من الكمبيوتر على الإنترنت، من جهاز الكمبيوتر بتاعي وبروح أرفعه على الإنترنت عن طريق جوجل درايف. فده مثال على تخزين البيانات على الإنترنت. أنا برفع الملفات من جهاز الكمبيوتر على جوجل درايف. يقول لك لا شك أن تقنية الهاتف المتحرك، لا شك أن تقنية الهاتف المتحرك اللي هو التليفون اللي احنا بنستخدمه، ما فيش حد في الدنيا دلوقتي مش معاه تليفون. ده هو بيسميه إن هي دي، بيقول لك تعد قفزة علمية كبيرة. طيب انا لما اجي استخدم الهاتف المتحرك بعمل ايه بالهاتف المتحرك؟ هل بتصل بالانترنت باستخدام الشبكه اللاسلكيه، ولا بعمل مكالمات صوتيه باستخدام الهاتف الارضي، ولا بعمل اعاده ترتيب الملفات، ولا بعمل مكالمه صوتيه باستخدام الهاتف؟ بعمل مكالمه صوتيه باستخدام الهاتف الذكي. دي الأسئلة النظرية اللي بتيجي في التعاون، الأسئلة النظرية اللي بتيجي في التعاون عبر الإنترنت.
فالهدف من التليفون نفسه ان انا ممكن اعمل بيه مكالمه صوتيه باستخدام ايه؟ الهاتف الذكي. طيب مدي لك هنا امثله، فبيقول لك اي مثال من الامثله دي بستخدمه ان انا اعمل من خلاله ايه؟ محادثات فيديو. يعني من خلاله بعمل فيديو. هل الطبعه بتعمل لي فيديو؟ لا. المسح الضوئي بيعمل لي فيديو؟ برضه لا. لوحه المفاتيح بيعمل لي فيديو؟ برضه لا. لكن اللي بيعمل لك فيديو اللي هو الكاميرا. فالكاميرا هي اللي مختصه ان هي بتعمل لك محادثات فيديو. ادي مثال محادثات الفيديو. طيب عندك حاجه اسمها التدوين المصغر. يعني ايه تدوين مصغر؟ بيقول لك ده عباره عن تحديثات كتابيه او صوتيه مصوره تصف الاحداث التي تعاصرها في يومك على مدار الساعه. كلمه تدوين يعني بكتب حاجه معينه، بكتب حاجه معينه. طب الحاجه بكتبها ممكن تكون عباره عن ايه؟ حاجه كتابيه، صور، اصوات. ده اللي بيحصل على مدار الساعه. طيب التدوين المصغر ده برضو كتاب الكتروني بنشره على الانترنت بعده لغات، ولا ده محطه للبث الاذاعي، ولا من اشهر تطبيقات عمل محادثات صوتيه. من اسمه تدوين انا بكتب حاجه معينه، يبقى دي تحديثات كتابيه او صوتيه مصوره تصف الاحداث التي تعاصرها. عندك حاجة اسمها الحاسوب اللوحي. الحاسوب اللوحي اللي هو زي كده اللابتوب. اللاب ده حاسوب لوحي اللي هو بتقفل وبيتفتح. بيقول لك يعد من خصائص الحاسوب ده. بيقول لك لا يمكن تخزين اي بيانات عليه، ما انا اللاب بخزن عليه بيانات عادي. وعلشان اشتغل على اللاب لازم يبقى فيه نظام تشغيل. طيب حجمه ولا حجم الجهاز المكتبي اكبر؟ لا، الجهاز المكتبي اكبر. فالخصائص بتاعته دعم الكتابه على الشاشه عن طريق اللمس. في اجهزه لابات بتدعم الكتابه عن طريق اللمس. سؤال اخير يقول لك قد تحدث بعض الاثار السلبيه عند تشغيل جدار الحمايه. لما اجي اشغل الفاير وول اللي هو هدفه حماية من عمليات الاختراق، أنا بستخدم أدوات العمل الاجتماعي في بعض الآثار السلبية ممكن تظهر. الآثار السلبية إن هي إيه؟ بتمنع الأشخاص اللي هم ينضموا إلى مثلا محاضرة أو مؤتمر بعمله على الإنترنت. ليه؟ علشان ما عندهمش صلاحية الوصول ليها. لو جيت شغلت الجدار الناري، لو انا مستخدم ادوات العمل الاجتماعي او الجماعي، الاثار السلبيه اللي ممكن تظهر بتمنع الاشخاص ان هم يدخلوا على مثلا البرنامج المعين ايا كان نوع البرنامج. يعني زوم، تقدر انت تدخل على زوم من غير ما انا اوافق عليك؟ لا، لازم انا اوافق عليك الاول، بعد كده تدخل على برنامج زوم. تمام؟ تمام لحد الان. طيب لحد دلوقتي في اي مشكله بالنسبه للناس؟ كنا احنا اساسيات الكمبيوتر بالنسبه للجزء النظري والعملي، خدنا اساسيات الانترنت، تكنولوجيا المعلومات، والامن السيبراني، والتعاون عبر الانترنت. طيب اولا يعني ايه تعاون عبر الانترنت؟ كلمة تعاون يعني مشاركة. اللي احنا بنعمله ده اسمه تعاون، اللي احنا بنعمله اسمه مشاركة. كنا لما جينا شرحنا الجزء العملي كنا شرحنا ازاي اخزن على الانترنت، ازاي اتواصل اجتماعيا عن طريق الفيسبوك، الاجندة، ازاي اعمل ميتنج زوم، ازاي اتعلم عن طريق الانترنت، التليفون ازاي استخدمه. دي 6 حاجات رئيسية بناخدها في التعاون عبر الانترنت. من اسمها تعاون، يعني انا بشارك وظيفه معينه، او ان انا بجمع عدد من الاشخاص علشان نعمل وظيفه معينه ايا كان نوع الوظيفه. ان احنا هيبقى في اجتماع على الانترنت،
او هنتعلم مع بعض حاجه معينه. اللي احنا بنعمله ده دلوقتي، احنا عباره عن مجموعه من الاشخاص او مجموعه من الاشخاص حوالي 13 شخص مع بعض موجودين داخل زوم بهدف ايه؟ بهدف ان احنا نتعلم. بهدف ان احنا نتعلم. طيب انا هكتفي بكده النهارده، لان محتاجين نفصل شويه، لان كميه المعلومات اللي فضلنا برضو قليله. اللي احنا هناخده مع بعض بكره ان شاء الله، هنشرح مع بعض جزء النظري بتاع التعاون، هنشرح الامن الرقمي، وهنشرح برضو جزء تاني امن رقمي مع بعض ان شاء الله، وهنتكلم على تكنولوجيا المعلومات المره دي في التعليم. ده كله جزء نظري متبقي لنا ان شاء الله، هنشرحه في محاضرة بكرة بإذن الله، اللي هي هتكون الساعة 2. الساعة 2 ان شاء الله بعد صلاة الظهر على طول، عشان بالكتير ما نطولش، يعني اخرنا يبقى 5، لان بعد 5 حرفيا احنا كنا المحاضرة اللي فاتت كان في اصوات كتيرة حوالينا، فلحد 5 الدنيا بتكون هادية معايا شوية، فممكن لو بالكتير خدنا ساعتين، ولو طولنا مش هنطول على 3 ساعات. هنخلص جزء التعاون عبر الانترنت والامن الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والتعليم. كده هتكون اخدت كل ما يخص الاي سي دي ال واي سي دي ال تيتشر والاي سي 3، الجزء العملي والنظري. المتبقي ليكم بس هيبقى اسئله الاختبارات الدوليه. اسئله الاختبارات الدوليه اللي ان شاء الله باذن الله هنحدد لها مواعيد تانية. كل مديول هياخد معانا يومين، يعني الوورد علشان احل الاختبار الدولي ويكون في حوالي 80 سؤال، ال 80 مش بيطلع براهم الاسئله الدوليه. هنحل ال 80 مع بعض في يومين. الباوربوينت نفس القصه. الاكسل نفس القصه يومين. الاكسس نفس القصه. الكمبيوتر هنحل الاختبار الدولي بالنسبه للعمل والنظر. تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا المعلومات في التعليم، الامن السيبراني، الامن الرقمي، التعاون عبر الانترنت، الطباعه وادخال البيانات. عندك بالظبط حوالي 11 او 12 مديول، سواء كان اي سي ال او اي سي تيتشر او اي سي 3، هنحل الاسئله بتاعته. يعني ان شاء الله باذن الله بكره تكون اخر محاضره بالنسبه للشرح. بالنسبه للشرح بعد كده ان نطلع لها شهادات عادي. بالنسبه لحلول الاختبارات الدوليه ما حدش مجبر ان هو يحضر، بس انا بقول لك احضر للاستفاده. ان انت لما تدخل الامتحان الدولي هتلاحظ ان في سؤال او اتنين مختلفين شويه، فلازم تعود نفسك على الاسئله الدولية. انا عايز الناس تدخل الاختبار الدولي ما تسيبش سؤال، حتى لو سؤال فلت منك اكون انا نسيته مثلا، انت كشخص نسيت السؤال ده، لكن انت داخل وانت عندك المعلومات الكافيه الخاصه بايه؟ بالاختبارات الدوليه، سواء كان الاي سي دي ال او الاي سي دي ال تيتشر او الاي سي 3. تمام؟ فان شاء الله بكره هتكون اخر محاضره بالنسبه للشرح. بعد كده هنحدد مواعيد ثانيه بالنسبة لحلول الاختبارات الدولية. بالنسبة لحلول الاختبارات الدولية. طيب. حد عنده سؤال بخصوص محاضرة النهاردة؟ حد عنده سؤال بخصوص اللي احنا اخدناه النهاردة اللي هو الأمن السيبراني أو جزء من التعاون عبر الإنترنت؟ ان شاء الله باذن الله زي ما قلت لكم الناس ما تقلقش، بكره باذن الله هناخد من الساعه 2، وممكن نطول شويه عشان في كميه معلومات كتيره محتاجين ناخدها مع بعض، من ساعتين لثلاث ساعات، بحيث ان احنا نكون شملنا واخدنا كل ما يخص الثلاث شهادات، الاي سي دي ال الاي سي دي ال تيتشر والاي سي 3. تمام؟ بعد كده زي ما قلنا هنتفق على مواعيد ثابته، مواعيد ثابته بالنسبه للايام وبالنسبه للمواعيد. هيبقى بس مختصه بس بحلول الاختبارات، يعني مش هنشرح، هنحل مع بعض الاسئله.
في بعض الاسئله عادي احنا وبنحلها طبعا متعودين، حتى السؤال هو احنا وبنقراه وبنحله كمان السؤال بيتشرح، فبتزود معاك حصيله معلومات اكتر لو حبيت تدخل اللي هو الاختبار الدولي، بحيث ان انت بعد كده فيما بعد كده تدخل الاختبار الدولي سواء كان اي سي دي ال او اي سي دي ال تيتشر او اي سي 3، وما تحتاجش ان انت تاخد الكورس بره، تروح بس على الاختبار الدولي. تمام؟ تمام. اتمنى محاضرة النهاردة كانت بسيطة على الناس. ان شاء الله ميعادنا بكرة هيبقى الساعة 2 بإذن الله، بإذن الواحد الأحد. هنكمل معانا اللي هو التعاون عبر الإنترنت والأمن الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والتعليم في أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم. نلتقي غدا إن شاء الله الساعة 2، بالتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.